ولسه اكيد مكملين مع حضراتكم فقراتنا في هو هن، واخر فقره واحلى واجمل واطعم فقره في الدنيا كلها وهي فقره المطبخ. النهارده هنعمل وصفه انا متحمسه لها جدا. ليه؟ لان الوصفه شكلها حلو. دي نمره واحد. نمره اتنين مع مين بقى؟ مع الموديل والبلوجر ندى الشنديدي. يا ما غلطتش في اسمك. لا. يا ندى عامله ايه؟ اهلا بيكي. اخبارك ايه؟ منوره. الحمد لله والله بنورك. انا شايفه كده لحمه حلوه كده وحاجات حلوه كده. هناكل ايه النهارده؟ هناكل النهارده ستيك. اوكي. ريب اي تحديدا. وهناكل ماش بوتيتو with garlic and cheese. الله. حاجة لذيذة وهيلثي وهتدينا البروتين والكالوريز اللي احنا محتاجينها، وفي نفس الوقت مش الأكل الهيلثي اللي احنا بنكرهه. الوحش ده اللي احنا ملناش فيه ده. الفكرة الوحشة اللي احنا واخدينها عن الأكل الهيلثي ان هو بتاع العيانين. أيوان. لا خالص. أيوان. بالعكس. طيب نقول بقى المقادير علشان أستاذ حسام هينزل. اهي نزلت على الشاشة. نقول بقى المقادير. اوكي. احنا عندنا بنجيب قطعة لحم، يعني تحديدا لو هي ريب اي بتفرق جدا. أوكي. في التسوية، لان الكاب بتاع الدهون ده بيخلي لما بيتوزع مع التسوية على اللحمة بيخليها جوسي اكتر وبتبقى. أوكي. طعمها احلى بكتير جدا. حلو. تمام. ومعانا المنكهات بقى بتاعة اللحمة. روزماري وزعتر وعندنا جارليك وعندنا فلفل اسمر وملح وعندنا زبدة. والحاجة التانية الماش بوتيتو with garlic and cheese موتزاريلا كريم الطبخ والماش بوتيتو. ماش بوتيتو. الله. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. يلا بينا. أول حاجة يفضل ان احنا نسوي الستيك في طاسة تكون حديد زهر، لان هو بيبقى التسوية بتاعته كويسة جدا احسن من التيفال والحاجات التانية. وبنتبل اللحمة. اوكي. بيبقى عليها ملح وفلفل. انت بتتبليها في وقتها مش قبلها؟ لو من قبلها مش هتقول لا برضه. لو من قبلها برضه يبقى احسن. علشان الملح ده لما بيدخل كمان في الخلايا بتاعه الستيك بيخلي التسويه بتاعته اسهل واسرع. أوكي. بكتير. وهي في كميه ملح كبيره بس ده يعني ما فيهوش مشكله خالص، لان احنا اوريدي يعني مش كل ده بيتاكل. اوكي. طيب خليني اسالك، انت ممكن نوع تاني غير الريب اي؟ يعني قطعيه تانيه بالبلدي كده زي ما بنقول؟ اكيد اكيد مفيش مشكله. ممكن بس يعني يفضل ريب اي. يعني بتستوي بتاخد وقت في السوى ولا لا خالص؟ يعني هي ممكن تاخد مثلا ربع ساعه. حلوه. حاجه في الحدود دي. ونبقى كمان عملنا لها قشره من بره اللي هي الذهبي الجميله. دي اهم حاجه. فاهم حاجه في الستاك الصدمه الاولى بتاعه اللحمه، ولازم الطاسه تبقى سخنه. تبقى سخنه ويبقى فيها مسحه زيت، ما يبقاش زيت كتير. لان احنا اوريدي هنعمل بيستنج بالزبده وبالمنكهات اللي احنا هنعمل بيها البيستنج. متحمسه لها جدا الاكله دي قوي. اصل انا طبعا بحب الفراخ واللحمه، بس انا بحب الحركات. وبما ان انا بحاول اعمل دايت فيعني اتمنى ان دي تبقى لطيفه جدا. لا ان شاء الله هتعجب حضرتك جدا. والماش بوتيتو دي خطيره برضو. الماش بوتيتو من اكتر الاكلات اللي انا عن نفسي بحبها. جميلة. جدا ومشبعه جدا وهيلثي وكاربس كويسه. وبعدين ممكن ندخل فيها حاجات كتير جدا هيلثي احنا محتاجينها. يعني ممكن ندخل فيها زيت زيتون فهناخد الدهون الصحيه بتاعتنا. وبعدين هي بطاطس مسلوقه اساسا ما فيهاش اي حاجه. البطاطس تحديدا من اكتر الحاجات المشبعه. دي حقيقه. طيب احنا هي كده الطاسه سخنت. سخنت. احنا نقدر دلوقتي ان احنا ننزل الستاك فيها. لا واحنا جايبين ايه؟ ستيك محترم يعني. حاجه حلوه كده، حاجه تشبع فعلا. اكتر اكله بتحبي تطبخيها ايه؟ اكتر اكله هي الاكله دي بجد. الستيك والماش بوتيتو with garlic and cheese. او الستيك عموما ممكن اكلها بقى مع رايس، مع براون رايس. بس انت بتعرفي تطبخي؟ يعني انت بتعرفي تعملي اكل لما يبقى عندي مزاج. اوكي. ماشي. يعني مش الحد اللي ممكن يطبخ كل يوم. اوكي. بس لما بقى انا عايزه وفي المود بتاع ان انا عايزه انا اقف اعمل لنفسي اكل ببقى ان جدا. طب البنات بقى اللي بيشوفونا دلوقتي ونفسهم يبقوا موديل، قولي لي مثلا ايه مواصفات الموديل؟ لازم تبقى عامله ازاي؟ هل جسم بس ولا لا؟ يعني حاجات تانية بقى، ثقافة؟ يعني قولي لي كده الواحدة لما تبقى عايزة تبقى موديل تعمل ايه؟ هو انا حد مقتنع جدا باكسبريشن كده عند الاجانب بيقولوا ان في حاجة اسمها بيوتي اند برينز. يعني ما ينفعش ان انا ابقى جميلة من بره وايكون وانا من جوه فاضية. فبشوف ان لازم اي حد سواء موديل او بنت عادية يبقى عندها داخليا ثقل ثقافي،
فكريا، بتعمل حاجات في حياتها، طموحه، بتفكر بشكل كويس. صح، انا اتفق معاكي جدا. بالظبط، لكن ما يبقاش بس انا مهتمه باللي بره، شكلي حلو وشعري حلو ولبسي حلو ورفيع، وانا من جوه ما فيش بقى فاضيه اتكلم حتى اراك. يعني انا ممكن حد يشوفني يعمل لي سكاننج، واو 10 اون 10 كاوتفيت كمنظر، يقعد يتكلم معايا بحس ان انا بني ادمه فاضيه. صح، عشان كده حتى انا بعمل حاجات ثانيه في حياتي غير الموديلنج. يعني عندي شغل، يعني انا شغاله فاينانشال ادفايزر مثلا في اليانز، وشغاله حاجات تانية كتير غير الموديلنج. كنت بدرس في فتره من حياتي، يمكن الله. بدات الكارير بدري. انت عملتي كل حاجه يا ماما ما شاء الله. كنت بمثل زمان كمان. ايه طب ناقص ايه بقى؟ تعالي قدمي. ناقص التقديم. لسه فاضل حاجات كتير. زي ما احنا شايفين هي ابتدت اوريدي تاخد لون. أيوة. في ناس بتفضل ان هي تسيبها على الجنب ده مثلا دقيقتين وعلى الجنب ده دقيقتين. بس انا بحب اقلبها كتير علشان تاخد اللون البراون الحلو الجولدن ده، شكله حلو، ما يبقاش لونها جري او باهت. ايوه ايوه، لا شكلها لونها يجنن. طيب الموديل لما هي دلوقتي ما هي بني ادمه برضو، الموديل دي تاكل ايه تشرب ايه؟ يعني ايه في ممنوعات او محظورات ولا لا ممكن تاكل كل حاجه بس الكميات قليله؟ هنولع. لا لا لا. امين امين. طب تمام. الموديل لازم عموما، يعني انت في حياتك بتاكلي كل حاجه ولا لا في محظورات؟ ولا محاشي بقى ولا بشاميل ولا الكلام ده من الممنوعات؟ هو انا باكل كل حاجه وفي نفس الوقت بحافظ على الحرق بتاعي. يعني انا ممكن اكل كل حاجه عادي جدا، بس هل انا بلعب لو رياضه؟ عايزه مساعده قولي لي في البوتاجاز. عايزه مساعده في البوتاجاز؟ لا لا تمام تمام. طيب تمام. هل انا اصلا اللايف ستايل بتاعي هيلثي؟ يعني هي الفكره مش في انا باكل ايه على قد ما الفكره اللي انا باكله ده بحرقه. طب انا نسبه الحرق عندي عامله ايه؟ اوكي هي. طب انت بس استني بس قولي لنا انت بتعملي ايه دلوقتي؟ احنا بنعمل الكريمه الطبخ بتاعه الماش بوتيتو. تمام، وهنحط عليها التشيز اللي هي الموتزاريلا. انت كده حطيتي كريمه الطهي في حله عاديه خالص مفيش اي حاجه. بالظبط، وحطيتي عليها الموتزاريلا. بالظبط كده، علشان نبتدي تبقى هي والكريمه الطبخ واحد، علشان لما نحطها على الماش بوتيتو تبقى القوام بتاعها كريمي قوي، ما تبقاش فيها بيسز او حاجات مكلكعه يعني. اوكي، وهنحط فصين جارليك علشان يدي بس. مش مفرومين دول كده بس؟ لا لا كده بس، او ممكن نحطهم سليم او ممكن حتى نفتحهم بالسكينة. باودر ممكن نحط باودر، ايه رايك لو محدش مثلا ممكن عنده بس انا بحس ان الحاجه وهي كده فريش بتبقى فايدتها احسن وطعمها. صح، بتبقى افضل بكتير. يبقى الافضل يا جماعه نحطه في فصين توم، ما عندكوش نجيب بالزبط. توم باودر او التوم المفروم الجاهز ده. بالظبط، بس والله اكله سهله وما بتاخدش وقت، تصدقي ما بتاخدش وقت ولذيذه جدا وغنيه وهتدينا كل الحاجات اوريدي اللي احنا محتاجينها. يعني اكتر اكل بقى بتتجنبيه تماما اللي هو لا انا مش هاجي ناحيته تماما عشان افضل محافظه على رشاقتي وجمالك وحلاوتك ده؟ ربنا يخليكي. انا ما بتجنبش اكل خالص بصراحه، انا حد يعني الحرق عندي كويس، واوريدي لما باكل اي حاجه ببقى مركزه ان انا احرقها. بتحرقي دمك بتحرقي الدون ولا بتحرقي؟ بنحرق دمنا ده كده كده اوريدي، يعني ده موجود دمنا محروق معروف. ده كده كده. لكن بروح الجيم دايما، بتمرن، حتى لو وقفت تمرين في فتره من حياتي بعمل اي رياضه بسيطه حتى لو في البيت، حتى لو مشي. يعني انا عايزه اتكلم في كونسبت ان مش لازم يا جماعه عشان نعمل رياضه ننزل الجيم. صح، احنا ممكن بس نمشي. لو مشينا نص ساعه كل يوم انتوا مش متخيلين ده فوائده ايه. ده اوريدي بيأخر امراض وبيخلي الدوره الدمويه احسن وبيخلي شكلنا احسن. فعلى فكره انا ما بحبش ما بعرفش اروح الجيم يا جماعه، يعني ما عنديش وقت. بلس ان انا الجيم اللي انا كنت بروحه كمان بعيد عن بيتي، فانا ببقى مستثقله المشوار. بس انا بعمل ايه بقى؟ انا بعمل زي ما انت بتقولي، انا في الكومباوند عندي بنزل امشي ساعه. يعني بصي انا كنت بديها بنص ساعه واحده، بس انا كنت بديها بنص ساعه. فوالله ده انجاز مني ان انا بقيت امشي ساعه في اليوم. دي حاجه خطيره اصلا. لا يعني انا برافو عليا والله، انا سعيده بنفسي. بقى روتين عندي ثابت خلاص ساعه. وبعدين بحس ان هم بيمشوا بسرعه، يعني الوقت بيعدي بسرعه. لو ايه ده الساعه خلصت؟ وكل شويه بقى بزود. بلعب في البيت تمارين بقى للبطن، يعني المنطقه اللي انتوا عايزين تخسسوها شوفوا التمارين اللي هي الخاصه بالمنطقه دي. انا مثلا عندي بطن شويه صغننين كده،
فبحب ان انا العب تمارين في البيت، فمش لازم نروح جيم وتدفعوا فلوس كتيره. على فكره المشي ببلاش، تمارين في البيت ببلاش، فيعملوها مع اكل ندى الجميل ده هتبقوا زي الفل. هو سهل جدا فعلا ان احنا نحط في الروتين بتاعنا اي حاجه هيلثي. يعني احنا اليوم كله بنقضيه اصلا في حاجات ان هيلثي بتاثر على نفسيتنا وضغط وفي ستريس. على فكره من اهم الحاجات اللي الرياضه بتعملها لي انا كندا حتى هي ان هي بتخلي الستريس بتغير مودك، بتعملي مود بوستنج وبتخلي الستريس يقل. صح. فلا يعني انت عارفه ان انا يا ندى لما ببقى متضايقه او مخنوقه او حاجه مضايقاني او زعلان، عارفه انا بعمل ايه؟ انا بنزل امشي. تمشي بمشي بجد، انا بنزل امشي. انتوا مش عارفين بتطلعوا كل الطاقه السلبيه اللي جواكوا. بجد ببقى راجعه، مش بقول لكم ان انا مودي مبسوطه ولا، بس ببقى مودي لا هديت، يعني الدنيا تمام عندي. عكس ما انا ببقى قاعده وعماله باكل، في لان في ناس بتيجي معاها الكآبه او الاكتئاب بيجي معاهم باكل. فحبيبتي هتكتئبي هتتخني، ما حدش هيبص لك بعد كده. لا يعني هتتخني فهتدخلي في لوب ان انت تكتئبي اكتر عشان تخنتي، فهتفضلي في اللوب ده ومش هتعرفي تخرجي، مش هتعرفي تطلعي منه. صح. فاحنا اهتمامنا بصحتنا وجسمنا وبناكل ايه بنعمل ايه، كل ده بيأثر على حياتنا كلها بشكل عام. الموضوع مش واخد جزء صغير او حاجه صغيره زي ما احنا متخيلين. صح. مجرد ان انا هتخن كام كيلو، لا، الكام كيلو دول هيأثروا على حاجات تانية اكبر بكتير من الموضوع ده. احنا الرغي خدنا ولا هي الفقره ابتدى يخلص. هو انا عن نفسي باكلها على فكره شايفاني ميديوم ويل. هي كده ميديوم ويل. طب نطلعها لان انا عايزك تشوفي المنظر معايا. شايفه 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 وشامه وحاسه وعامله كل، بصي اهو، بصي بصي انت شوفي المنظر معايا على السكرين عامل ازاي. خطير خطير، تسلم ايدك بجد. انا رايي ان احنا نطلعها، نطلعها وناكلها حالا فورا، ونختم الحلقه حالا عشان نروح ناكل الحاجات الحلوه دي كلها. احنا دلوقتي بقى يعني خلاص هي كده استوت. بس طب انتي من بره بقى الحاجات الروزماري والحاجات دي. هنعمل بقى بيستنج بالباتر. بالزبده. الله، تمام والله العظيم انتي استاذه. انا بحترم جدا جدا. ايوه حطي حطي حطي، انا بحب الحاجات دي جدا. وعلى فكره يا جماعه الناس واخده فكره غلط عن الزبده والسمنه الفلاحي ان هي مضره. بتسخن خالص. الدهون الصحيه دي جسمنا اوريدي محتاجها. صح. بس بنسبه معينه. يعني انا لازم يبقى في الروتين بتاعي مثلا نص، لازم يبقى في الروتين بتاعي زيت زيتون لو معلقه كل يوم الصبح، تفرق جدا. بدا؟ لا حتى لو جدا. اوكي. في كل حاجه ممكن تحطوها بقى على السلطه، على جبنه بيضة بالطماطم مثلا، تحط زيت زيتون. يعني اعتقد الحاجات دي، بس زيت الزيتون بقى غالي برضه. اللي هو زيت الزيتون الاصلي بقى كل حاجه بقت غاليه. ايوه. طيب خلينا الله على المنظر. لا انا عايزاكي تطلعيها عشان خلاص عايزين ناكل. لا لسه، احنا لسه عندنا حاجه مهمه جدا هنحط. بقى احنا قدامنا دقيقه هنحط الجارليك. اوكي. هتحطيه برضو توم على ال بالظبط عشان يديها فليفر. اوكي. وهنحط ده ايه، الزعتر؟ ده زعتر وروزماري. لو ما عنديش ده الفريش ممكن احط باودر؟ ممكن نحط باودر، مفيش مش مشكلة. هيقول لا يعني. لا 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 خالص. اوكي. مفيش اي مشكلة. حلوة قوي. لا بجد تسلم ايدك، الريحة يا جماعة مش قادرة اقول لكم، مش قادرة اقول لكم على جمالها. احنا بنعمل بيستنج كده طول ما احنا بناخد الباتر دي بالنكهات بقى اللي فيها عشان ايه تدخلها. انت شامة ريحة؟ انا شامة وبتفرج على السكرين دلوقتي. بصي يعني انا متابعة لها بيستنج كده بالباتر. لا بجد حلوة، ريحة خطيرة. وبنحط باتر كمان هنا طبعا. يعني لو حد عنده ماشي على دايت معين ما ينفعش، ممكن يقلل الكميات دي حسب الرغبة. يعني انا بالنسبة لي لا، انا الكميات دي بالنسبة لي انا تمام جدا. طيب طيب الاستاذ حسام بيقول لك اللحمة دي تتبقى. اصل الاستاذ حسام عندنا المخرج، خلي بالك. لا طباخ ماهر يعني. في الطبخ ما بيهرجش يعني. بيقول لك تتبل قبلها بشويه عشان ما تاخدش وقت في السوا. بالظبط. كل ما يدخل الملح في الخلايا والانسجه بتاعت اللحمه بتبقى اسرع في التسويه بتاعتها وبتبقى اسرع طبعا. اوكي. احنا اهم حاجه طول ما هي بتستوي كده نقعد نعمل بيستنج بالحاجات اللي احنا اوريدي حاطينها علشان تاخد الفليفر. يا جماعه ريحتها انتوا مش فاهمين بجد، انا مش بهرج ريحتها داخله قلبي كده خطير. لا انا رايي ان احنا نطلعها كفايه، لان احنا عشان حاجات كتير. عشان اول حاجه لازم اختم الفقره، ثاني حاجه عشان لازم اكل كحق يعني، واهم اهمهم ان انا اكل. في اوبشنز كتير. فاحنا كده خلاص بس هنحط دي في الطاسه.
انت كده دي اصلا دي بطاطس يا جماعه، عشان ايه برضو ما تقولوش احنا ما قلنالكوش ازاي، هي بطاطس مسلوقه ومهروسه مفيهاش اي حاجه. هي اهم حاجه بس واحنا بنهرسها ناخد بالنا ان هي ما يبقاش فيها اي تكتلات خالص، يعني تبقى هي طبعا عشان قعدت بره النار شويه فنشفت شويه مع نفسها. طيب ندى انا هتكلم شويه مع المشاهدين قبل ما تخلصي تنجزي أوكي. بسرعه هلهي المشاهدين شويه قبل ما تطلعي الحاجات الحلوه دي. انت طبعا نورتينا وشرفتينا وهندوق الاكل الجميل ده، هو باين من ريحته يعني زي ما بيقولوا الجواب بيبان من عنوانه، فالعنوان الجواب باين اهو. انت نورتينا وشرفتينا يا ندى، والله انت شرفاني. انا اتبسطت قوي ان انا شفتك حبيبتي، وانا كمان واتبسطت بالحلقه جدا حبيبتي، نورتينا. طيب يعني احنا بعد بقى ما اتكلمنا في الحلقه عن الانفصال والكلام الكلام الوحش ده اللي احنا يعني نفسي بجد ولا بجد يعني زي ما بيقولوا خمسه جد كده شويه بجد، انا نفسي ان الاثنين لما ينفصلوا حتى لو مفيش بينهم اطفال يعني ننفصل بهدوء وباحترام. ما ينفعش ان احنا نقعد نتكلم على بعض، نرمي طوب على بعض ونرمي كلام على بعض، خصوصا كمان يعني لو في كمان اطفال. فاتمنى اتمنى اتمنى ان حلقتنا النهارده كمان تكون عجبت حضراتكم. ندى خلاص عملت كل حاجه اهي، الله يا ندى الله يا ندى الله يا ندى. طيب انا هسيبكم بقى، انا هختم، اشوفكم في حلقه جديده من حلقات هو وهن، واستاذ حسين بالكاميرا بقى على الحاجات الحلوه اللي ندى بتعملها دي. باي باي.